السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر يوسف. رجعت لكم مقطع عن فورتنايت، نشوف الموسم الجديد ايش صار في فورتنايت وايش التغييرات. اوه قرش. اوكي المكان مال تشالنجات تحديات والباتل باس. يا سلام، شوف اكوامان، شوف ايش هذا الخياس. زين اكوامان يا سلام. طبعا اكوامان نفس باتمان وسوبرمان بس هو في البحر، يعني الشيء اللي يصير في البحر هو الهيرو هناك. اوكي هذا السكن مال ليفل. اوه امبريلا، يا سلام تغير هذا مالك على كيفك. يا اخي القرش، لازم نجرب القرش. سيارات يا جماعه، هاك تاكسي والله. ايش هذا يا اخي؟ تغييرات كثيره في فورتنايت صراحه، احييهم والله احييهم، كل مره شيء جديد. طبعا هذه اول شخصيه في الباتل باس، بعدين تصير كذا. اوكي عليها هلمت نايس، وبعدين تصير اخر شيء كذا. يلا نشوف الشخصيه الثانيه، فيد، هذا اسمه فيد. والله حلوه الشخصيه مره. هذه ايش؟ ها؟ زين هذا لما تنزلون اسماك، حلو. طبعا 100 في باكس. هذه المظله جديده. اوكي هذه تحطها ورا. ايش هذه؟ اوكي في اشياء يعني نفس السوالف حق البحر. هذا لون جديد للاسلحه. اوكي يتحرك كذا، تمام. موسيقى جديده، احتاج موسيقى. هذه خلفيه دايداكس، شكله حلو ويتطور يتغير. نايس. هذا رقم 3. اوف صار رمح رقم 4، وهاي 5، هاي 6. لا صراحة حلو رمح. ها اوكي هذا بانر، هذا بي باكس. اوكي سكن الموزة. اوكي بوصله بعدين. اوكي بعد هاي شكله جلايدر جديد اسمه توب سيل. هذا ايش؟ بعد هذا والله ما ادري ايش. وبعدين خلفية. اوكي هذه رسمة، شوف هذا اللون شكله اسطوري، والله اسطوري صراحة. اوكي بعدين في باكس، بعدين هذا من سكوبا جونزي. اوكي يكون غواص، بيصير كذا لونه اسود. اوكي حلو، بس انا عجبني اللي بداية. اوكي على الجيتار، تمام. اوكي ستيكر جديد، هذه مال غطس، مال تنفس، حلو يتغير لونه. هذا رقم 2 وهذا رقم 3، وهذا انت نازل ماي كذا نايس. اوه البنر خطير، البنر حلو مره. بي بوكس، شوف هاي الجلايدر الجديد. اخيس منه ما فيش. اوكي هذا حلو، هاي خلفية. اوكي من هذا اللي شعره اخضر. طبعا تعال شوفوا هذا، انا متحمس حق هذا، شكله فظيع. هذا رقم 1، في رقم 2 بعده. ايش؟ رقم 2. يا حماس صراحة، حماس. اوكي تمام خلينا نكمل الحين. هذا بانر جديد وبار ثانية، بعدين في باكس، وبعدين ايش هذا؟ وبعدين يعني المهم هذا سبراي جديد. طبعا هذه المظلة كل مرة أرسلها أبجريد، أيوة صار فيها شيء زيادة. بعدين صارت كذا، بعدين صارت لونها أسود، بعدين صارت كذا، شكلها بتصير أسطورية هذه المظلة. صارت أخيس. المهم خلينا نشوف اللي بعده. هاي جلايدر جديد. أوف إيش هذا الجلايدر؟ شكله حماس. خلينا نشوفه لما نوصل، نشوفه كيف. زين وهاي طبعا ستيكر جديد. هذا هارفست تول جديد شكله. هذه من هذه جولز، هذه هي اللي كانت تعدل معاه كذا بومه او شيء. اوكي هذا سبراي مالها، هذا اللي تلبسها ورا. هاي البومه، هاي البومه مالها، فنان شكلها البومه والله صراحه. زين وبعدين هذا اللي تنزل، والله حلو هذا، حتى تحصله فري، والله حلو صراحه. وهذه خلفيه الشاشه لما تكون لودينج، هاي لون جديد.
نشوف هذا اللون جديد. اوكي يتحرك. اوكي بعد هذا اوه شيء جديد صراحه غيره حلو. اوه يتطور. نايس. زين في بوكس مره ثانيه. طبعا اغنيه خلي اغنيه خلنا. ايش هذا جلايدر؟ لا 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 حلو صراحه حلو. هذا كومبينيشن مع هذيك الانجنييرنج بيكون حلو. اشوف هذا. اوه هنا يتطور شويه. البس له قناع. زين بعد خلفيه بعدين ستيكر. في بوكس رقصه جديده. اوكي تقريبا بنشوف فيديوهات وايد عنها. بعدين هذه مظله ثانيه ما اعرف ايش ترتيبها. كل مره تطول وتصير رخيص. المهم اوكي مره ثانيه سبراي لودينج سكرين. اوكي وهذا سكن الجديد خياس ما عجبني صراحه. اعلي فيه سنوره ما ادري ايش تاير بالنص. طبعا هذا رقم واحد هذا رقم اثنين يصير وردي شويه. السنوره صارت سوداء. اوكي هذا الجلايدر ماله ظني. مره ثانيه هذا ستيكر هذا تحطه ورا نفس الورده. اوكي هذا لون جديد حلو اللون يا اخي. ها الالوانهم حلوه صراحه حلو. هاي الفي بوكس وهذا لما تنزل حلو. هذا رقصه جديده دي جي. يا دي جي يا دي جي نايس. هاي فري نفس الشيء تحصله. وهذا خلفيه شاشه وهذا نشوفه. اوكي هذا يتطور بعده صار وردي طلع احمر. اوه طور زياده وتطور اكثر والحين احمر شكله تمام. خلينا نروح على اللون. هذا اللون خايس للاسف. ايش هذا اللون؟ المهم في بوكس تحصل جلايدر جديد. لودينج سكرين اسطوري صراحه. هذا ما ادري شو يتطور. هذا حلو. اللي مال ليفل 1 هذا اخر شيء يصير كذا شكله. حلو حلو فهمت. هات حطه ورا شيء غريب وجديد تمام. باكس من هذه الحلوه سيونا. هلا والله بسيونا ليفل 2 حلو. رقم 3 وردي شكله كل لون مع هلمته. ايوه تمام. اخر لون هو لون كذا فيروزي جميل صراحه. هاي خلفيه وهذا حقها شو اسمه هارفست تول. اوكي طبعا بيكبر اكيد الحين بيصير شيء ثاني بيتطور. ايوه مثل ما عرفنا هاي اللون اللي غيره وهذا اللي بعده حلو اصفر حلو. ايش هذا؟ افتكر رقصه جديده مع الكواكب. اوكي حق البنات يعني. انزين هذا ستيكر هذا فيو بوكس مره ثانيه وهذا وانت نازل. هذا ظني حق سكن اللي شفناه في الخلفيه برا. وموسيقى هذا ايش؟ جلايدر. لا 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 والله مره عجيب الجلايدر ترى من كوكب ثاني. السيفين مره تمام حلوين. اوكي صار سيف كبير. والله هذا الموسم شكله حماس. شوف اللون اسطوري اقسم بالله انه اسطوري هذا اللون. اوكي هنكمل بي بوكس وبعدين هذا ايش سحابه. اوكي صار مطر وزعلانه. اوكي ما في بعض اشوف هذا جلايدر. والله حماس والجلايدر كله سكاكين يتطور اكثر. اوف لا 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 ورقم ثلاثة صار ذهبي. اللي صار ذهبي حلو. بعدين بنر تمام. وايش هذا؟ هذا تحطه ورا نفس الشيل. اوكي يلا تير 100. لا 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 حماس حماس. اسود صارت ذهبي. اوف 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 خطير سكن صراحه خطير. اللي يقول ما حلو والله ما عنده ذوق. يلا نشوف سكن الاخير وهذا اللي انا متحمس له اكثر شيء. لا 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 شوف القرون شوف اللون شيء بنفسجي يطلع منه كذا فويد جندري مره اسطوري قسم بالله انه اسطوري والله. وين مكان ايجنسيز بننزل هناك نشوف ايش اللي صار بالضبط بالخريطه. بال البحر سوى مشكله هناك في دوامه هناك بشوف بروحها بعدين اشوف ايش في هناك.
هذا مكان الايجنسي تغير بالكامل، ها صار محوط وكذا، هليكوبتر فوق. اوكي يلا بنزل انا. اوكي ان شاء الله ما اموت، ان شاء الله اموت البداية. وين فتح؟ لابسين شورت الحين، ها جيب سلاحك بسرعة. اوكي تغير مكان، الجو ليل. ايه لا تضرب لا تضرب، كيف ذبحني هذا؟ يا سلام، شوف شوف انا بروح على هذا الدوامه، شوف في دوامه يا اخي والله، اشوف الدوامه ايش فيها، يعني اذا رحت هناك ايش يصير؟ اوكي بس ما بروح على طول كذا، لازم اخذ قارب واروح هناك. انزل هذا المكان والله يا اخي متغير، كل شيء متغير فيه. هذا الحين كيف بوزن اللعبه؟ البحر بلعت كل مناظر تقريبا. اوكي ناخذ شيلد، ابى سلاح على طول. اول شي سلاح، اول شي سلاح عتكر كار. حصلت سنارة، خلينا ندور على القرش. هذا قرش، هذا قرش يا جماعة، كيف اصيد القرش؟ هاي يا قرش يا قرش، شو يسوي القرش؟ شوف شكل في عض لهذا. اوكي تعال يا قرش يا قرشة، تعال هنا. لا لا يا كذا، لا لا لحظة 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 يا قرشة تعالي، هذه انثى. ايوه صيد القرش، كيف يصيد القرش؟ الله خرع على القرش خرع. تعال تعال هنا، تعال لا تسفهني، تعال تعال. ايوه صدته، لا ما صدته كذا، والله نوف في الصنارة يا اخي. كيف تعال تعال يا قرش، اعوذ بالله. لا ايش هذا، والله ما اعرف كيف اخذ القرش، يمكن لازم اذبحها. اعطي سنايبر، اعطي سنايبر، جاني جاني. اصبر لا لا صبر صبر يا قرش، القرش بيذبحني، القرش بيذبحني. لا اشرد 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 يا عمر، اشرد 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 اشرد. لحظه لحظه نتفاهم يا قرش، فاهم. وين راح القرش؟ بسرعه بسرعه بسرعه، هي بسرعة قبل اجيك. اوكي يمكن لازم يسيطر علي، لازم يسيطر علي، لازم اضربه يمكن بعدين. اوكي سنايبر تمام، يلا يلا تعال. لا والله جاي عندي، جاي عندي، الله يخوف. ايوه من هذا، لا تخرب علي المود، لا تخرب علي لا تخرب علي. تشوفني انا جالس اضرب قرش، ايش الحركات؟ القرش كان القرش كاني والله. مثل ما شايفين يا جماعه، هاي التغييرات في الموسم الجديد، وان شاء الله راح انزل مقاطع اكثر واكثر. انا سمعت صوت القرش مرة ثانية، الحين بوقت لك أنا خلاص.